أعتقد بالنسبة لسؤال كيف تنهي الحرب، أعتقد أن هنالك سيناريوهات قليلة محتملة أمامنا، ولا أود أن أعطي الانطباع أني داعم للقتال أو داعم للحرب، وأفهم تماما ما يحدث على الأرض ومأساة 10 مليون سوداني الذين نزحوا والكثيرين الذين يتواجدون في وضع يائس جدا. أعتقد أن السيناريو المحتمل هنا هو أن تنقسم البلاد. أعتقد أن هنالك رغبة في رؤية الدعم السريع يخرج من الخرطوم وأمدرمان وبحري وأن يتم دفعه إلى دارفور. وأعتقد أن القتال على الفاشر الآن هو بوليس التأمين للدعم السريع لكي يكون لديهم قاعدة يسيطرون عليها تماما، ليس فقط في الفاشر بل في دارفور بالكامل، بوجود 3 حدود وطنية يمكنهم السيطرة عليها. وهو أشبه بالسيناريو الليبي، بوجود حكومتين منفصلتين، بوجود حكومتين مدنيتين متنافستين تتم تسميتهما. أعتقد أنه احتمال وارد، ولكن أعتقد أنه السيناريو الأكثر ترجيحا من الآن فصاعدا. ولا أعرف إذا كان السيناريو الأسوأ، أعتقد أنه السيناريو الأسوأ للناس في دارفور. أعتقد أن الكثير من الناس في الجهة الشرقية سيقولون حسنا، إذا أتاح لنا عودة الناس لبيوتهم، إذا أتاح وصول المساعدات الإنسانية، إذا أتاح للاقتصاد بأن يبدأ في التعافي وأن يتم إعادة بناء بعض المؤسسات. والسؤال المطروح هو إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ إلى متى سيستمر الوضع الراهن بينما لا يزال الدعم السريع موجود، وطالما أن الجيش لم يتم إصلاحه وأن الكيزان يواصلون السيطرة على أجزاء من الحكومة والبيروقراطية؟ هذا هو السؤال المطروح على السودانيين، وما هو الحد الذي يستطيعون تحمله؟ وليس لدي إجابة على هذا السؤال، ولكن كما ذكر زميل فإنه ما لم يطالب السودانيون بالمزيد ويوصلوا أصواتهم فسيواصل المتحاربين القتال، ولن يلزمهم المجتمع الدولي الآن بإيقاف القتال. وآمل أن نصل إلى وضع بفضل التغييرات على أرض المعركة، أن تخلق أرض المعركة فرصة لإيجاد هدوء مؤقت في القتال، سواء نسميه إيقاف إطلاق نار أو لا أعرف، لكن يجب إيجاد فرصة ليكون هنالك هدوء مؤقت في القتال لينتج حوار من نوع ما يشمل أصوات السودانيين، وهو الأمر المفقود حاليا بالتأكيد. وهذا ما أود أن أقوله. شكرا.